السلام اخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مصطفى عباس، قناة اللي تطلعكم بكل جديد يتعلق بالتعليم. اذا كانت اول مره كتفرج فيها، متنساش دير ابون وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير جيم كلشي كومونتير، وتبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. كما تشوفون يا اخوان، قال وزير سعيد امزازي انه سيتم اعفاء الاسر من اداء واجب تعليم ابنائهم في مدارس خاصه لشهر شتنبر، فبعد قرار وزاره التربيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدخول المدرسي إلى فتح أكتوبر 2021، طرحت العديد من الأسئلة حول مصير أداء شهر شتنبر. أن الأغلبية ديال الناس خلصوا شهر 9، واش هاد الشهر غيتحسب ولا ما غيتحسبش؟ هاد الشيء تبقى خصوصية المؤسسة، ولكن على حسب ما قال الوزير أمزازي أنه ما خاصوش يتخلص. وهو أكد الوزير إعفاء الأسر من أن من دفع واجبات الشهر فلن يدفع واجب شهر أكتوبر القادم، يعني الناس اللي خلصوا شهر 9 شهر 10 ما يخلصوش. كما ذكر وزير في تصريح صحفي إلى أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماع عاجلا مع فيدرالية أرباب مدارس التعليم الخصوصي. القرار بقي ما اتخذش بشكل رسمي، وقال غدا غيكون واحد الاجتماع بين فيدرالية أرباب مدارس التعليم الخصوصي، يعني ما فيدرالية بحال الجمعية ديال أصحاب التعليم الخصوصي اللي عندهم مدارس تعليم خصوصي، لمناقشة هذا الأمر ومطالبتهم بإعفاء الأسر المغربية أداء واجب شهر شتنبر. تجدر الإشارة أن وزارة أمزازي كانت أعلنت سابقا بداية الدخول المدرسي في 3 شتنبر، ثم أصدرت قرار آخر بتأجيله إلى 10 مايو، بدأ بخصوص التأجيل منه بسبب انتخابات ستجري في 8، ثم خرج أخيرا بقرار إلغاء الدراسة في شهر شتنبر. فهم الإخوان الدراسة تبدأ شهر أكتوبر، وغدا غيكون واحد الاجتماع. لكن شي جديد الإخوان اللي غنطلعكم به، لكن بشكل رسمي، أنا تيقول لك غيدوي معاهم باش ما تخلصوش. الناس اللي تقراو ولادهم بريفي ما يخلصوش الشهر المقبل، لأنهم خلصوا شهر 9 اللي ما غيقراوش فيه تلاميذ، سواء المستوى العمومي او الخصوصي. هذا ما كان اخوان بالنسبه للفيديو، من نال الاعجاب ديالكم، حاولوا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، مع العائلات ديالكم، الناس اللي تعرفوا، وتابونا وتفعلوا الجرس وتخليو جيم باش تطلع اكبر عدد من الناس، وحاول تابونا باش يطلع لك فيديو في مكان كل جديد بالتعليم. هذا ما كان اخوان، كان معكم استاذ مصطفى، ومن قناتكم قناه مصطفى بيس. للقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.